15 قصيفي ما بنعرف ما احنا قاعدين بدنا امن هي رحنا على صلاه الجمعه ما حسينا لها الصواريخ بلشت سفق فينا وضرب فينا ما بغنا نعرف وين نتوجه البعيق الاولاد القز الشزاي اللي تصوب تصوب من ركم بنت مره تصوبت تحت رديم ما طلعناها اللي بالفيا ولا قصدي مو من ساكن تبقى الطفل كان متخبي هون عم يتوقع والله كنا قاعدين بامان الله ما بنحس هالقذائف اللي صارت تنزل صوبت خالتي اخذوها على المستشفى صارت ضربين فاتوا تلجوا هوني بالبسكليت كان راكب البسكليت تلجوا هوني وقامت اجت ضربين اجت قذايف كثير على الضيعه بس اول شيء اجت قذيفه قبليتنا هون شوي وثاني قذيفه هون كانوا الاولاد هن وامهم طالعين اجت ثاني قذيفه رقدوا اجت الضربه عليهم توفى الولد واخته بالمشفى وامه متصوبه وبعدها كفوا قذايف ضربوا كثير قذايف كمان هيك لشمال شوي تصوبت طفلي صغيري وفي مره هون هيك شرقيتنا كمان تصوبت